ينتظرون أن يقتلهم دمهم في زمن الحرب. تشير التقارير الطبية الواردة من قطاع غزة أن نحو 1500 فلسطيني يعانون الفشل الكلوي ويواجهون الموت. تقلصت مع الضغط الكبير على ما تبقى من مستشفيات، تحديدا في مناطق وسط وجنوب القطاع، الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، إذ انخفض عدد الساعات المخصصة والمعمول بها قبل الحرب من 4 ساعات يوميا إلى 2 ساعة، ولمرة واحدة خلال الأسبوع بعد أن كانت 3 مرات. إحنا تعبانين عن جد، بنموت بطيء، بيسموا علينا بيعطونا غسيل كلى لكن إحنا بنغسلش عن جد، العكس تعبانين إحنا كثير كثير. الخوف علينا إنه إحنا ما نغسلش منيح بنموت، بضل السموم في جسامنا، السموم بتضلها عنا بتروحش، وهذا السموم بتقتلنا. هاي أنا بكلم فيك وأنا مخنوقة. الكارثة الطبية لمرضى الكلى اصطدمت مع قلة المعدات، فلم يتبقى سوى 40 جهازا، منها جهازان مخصصان لمرضى التهاب الكبد الوبائي بفئتيه با وجيم، وجهاز ثالث مخصص للأطفال. الأجهزة هذه تواجه معضلات فنية في عدد ساعات عملها، ما يضاعف فترات التعطل وعدم القدرة على إصلاحها في واقع معقد بالكاد تتوافر فيه كميات من الوقود لتشغيلها إن وجدت. يضاف لهذا الأمر النقص الحاد في الأدوية الناجعة للتعايش مع المرض. عدد الأجهزة هذه كانت موجودة في مستشفى واحد فقط، فما بالك الحين جميع المرضى يغسلون على 40 جهاز متهالكة، 40 جهاز كثيرة الأعطال، 40 جهاز تخطت ساعات العمل، 40 جهاز لا يتوفر لها جميع المستلزمات والمهمات الخاصة بالمرضى. حرب الإبادة الجماعية والمجاعة في القطاع أصابت مرضى الفشل الكلوي في مقتل، فلم تعد تتوافر الكميات المطلوبة من الغذاء الصحي لهذه الفئة، وما يستطيعون الحصول عليه من المساعدات يفاقم معضلتهم بالاقتراب للموت نتيجة المواد الحافظة التي ترفع نسب السمية في الدم وشح المياه العذبة، بل وانعدامها في ظروف النزوح القاسية. الأكل، أكثرية الأكل موجود معلبات، فإحنا عشان مرضى الكلى هذه المعلبات مش صحية عنا بتاتا، يعني بنلاقيش إلها بديل، بناكلها بس هي بتأثر، يعني بتعمل ضرر علينا في جسمنا. والمية يعني الله يعلم المية كيف حالها اللي بنشربها وكيف نحصل عليها. تقرير المرصد الأورو متوسطي يشير إلى وفاة 20 حالة نتيجة عدم تلقي العلاج في الوقت المطلوب بفعل صعوبة الوصول إلى المراكز المخصصة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، وتشير التوقعات الطبية لارتفاع عدد الوفيات لاحقا حال عدم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.